بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف وفقه الله تعالى: تأثير الذنوب على الإيمان. تأثير الذنوب على الإيمان في أنها تضعف الإيمان وتقلل تمكنه في القلب، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص الإيمان بمقاربة الذنب، فحري بالمسلم أن يبتعد عن الذنوب حتى لا يضعف إيمانه ويقل. فالإيمان يضمحل ويضعف ويقل بمقاربة الذنوب. تأثير الذنوب على الإيمان في أنها تؤثر في الإيمان ضعفا، كلما كثرت الذنوب ضعف الإيمان حتى يضمحل، وكلما قلت الذنوب وكثرت الأعمال الصالحة زاد الإيمان. ولذا عبر عنه علماء السلف بقولهم: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا قول من؟ قول المرجئة الذين يقولون: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أو كونك مقر بوحدانية الله يكفيك هذا عن سائر العمل، لا تعمل، لا تصلي، ولا تصم، ولا كذا ولا كذا، هذا جاهل، هذا خطأ. هذا قول الجهمية الذين هم مرجئة في الأفعال، جهمية في العقائد، لا خير فيهم، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمرجئة على طرفي نقيض مع الخوارج. الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض في أفعال العباد، ذلك أن الخوارج يقولون: إذا عمل المسلم المعصية فإنه يكفر، يخرج من الإيمان. المرجئة يقولون: لا، المسلم مسلم مهما عمل من السيئات والكبائر والصغائر ما يضيره ذلك. وهما كلاهما على طرفي نقيض، كلهم مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعيبون على المرجئة قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما يعيبون على الخوارج قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة، كذلك لا ينفع إيمان مع المعصية، لا يضر مع المعصية ذنب. هذا من الذي يقوله؟ المرجئة. والخوارج يقولون: إذا وقع المسلم في المعصية كفر وخرج من الإسلام. فالمؤلف رحمه الله الطحاوي
يقرر مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب الخوارج والمرجئة. نعم. وأهل السنة لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب خلافا للمرجئة. والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد على الخوارج في الأولى وعلى المرجئة الغلاة في الثانية، والمرجئة والخوارج على طرفي نقيض. فالخوارج يكفرون بالذنوب، فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، حلال الدم والمال. أما عند المرجئة ما دام معه أصل الإيمان وهو التصديق ومعرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، لا يضره ما يفعل من الذنوب. وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج، لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب ويبالغون في الحذر والتحذير منها. وقد أيهم أقرب إلى الصواب، الخوارج أم المرجئة؟ نقول الخوارج أقرب، وإن كانوا بعيدين عن الحق كلهم، لكن الخوارج يعظمون المعاصي ويجتنبونها ويحذرونها ويبتعدون عنها، بخلاف المرجئة فهم يفعلونها ولا يبالون. يزني الواحد منهم ويسرق ويشرب الخمر ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، يقول تخسى، وين أنت الإيمان؟ وين الإيمان منك؟ أنا كامل الإيمان، أنا أعرف الله، إبليس يعرف ربه بعد، أنت مثل إبليس؟ أنا أعرف الإيمان، أنا مؤمن، إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول هذا جهل وضلال واستهتار بتعاليم الإسلام اللي يقول هذا القول. وهذا المن الذي يقوله؟ الجهم ابن صفوان وأتباعه، فهم جمعوا قبائح كثيرة، فهم جمعوا القول في الصفات قول خطأ جهل وضلال، والقول في أفعال العباد قالوا لا يضر مع الكفر مع الإيمان ذنب مهما عظم، لو سرق أو زنى أو سعل ما فعل كله فهو مؤمن كامل الإيمان. نعم. وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، فعن أحمد فيهم روايتان، ونقل شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج لكنهم مبتدعة ضلال. الخوارج اختلفوا في تكفيرهم لأن ما عندهم إلا الشدة، ما عندهم شيء يكفر إلا شدتهم وتغلبهم على المسلمين في قولهم إذا أذنبت فكفرت. نقول يذنب ولا يكفر، لكن ننقص الإيمان حتى يضمحل وينتهي إيمانه والعياذ بالله. اختلف السلف في تكفيرهم يعني لأنهم عندهم شدة في الدين، ولذا قال عنهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهم كفار؟ قال رضي الله عنه هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا فكفروا للمؤمنين وأخطأوا في هذا. نعم. أما بدعة المرجئة الغلاة فهي أشنع من بدعة الخوارج، لأن مضمونها الجرأة على المحرمات وعدم المبالاة بها واقتراف السيئات، وهذا فيه رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تحريم المحرمات وترتب العقاب عليها كالقتل والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى ومن يولي
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه وعيد شديد لمن اقترب شيئا من ذلك. الذين يتولون يهرون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يقول المرجئة: لا يضر، اقتل ما شئت وكل ما شئت وافعل ما شئت ما دمت تعترف بالله فيكفيك الاعتراف. والخوارج يأخذون بهذا الوعيد ويكفرون المسلم بالذنب، يعني إذا وقع منه معصية ذنب كفر. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فالسنة والجماعة وسط بين طرفي نقيض، طرف متطرف وطرف متشدد. وأهل السنة والجماعة بينهم، خذ الوسط بين الطائفتين ونعم الوسط. فتوعد الله جل وعلا من يقتل مؤمنا متعمدا وتوعده بالنار، فكيف تقول له المرجئة: لا عليك ولا يضيرك ذلك، اقتل من شئت ولا يلزمك شيء، أو كل مال اليتيم أو اشرب الخمر أو ازني أو افعل ما شئت ولا ضير عليك. والتولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد عليه بالوعيد الشديد، فالمرجئة لا يبالون بهذا الوعيد، والخوارج يأخذون به ويصممون عليه وأنه غير مغفور. وأهل السنة والجماعة يقولون: نحن بالوسط، لا نكفر المسلم بالذنب ولا نقول لا يضيره ذنبه، بل ذنبه يضيره ويؤاخذ به ويعاقب عليه إذا شاء الله جل وعلا ولم يعفو، وإذا عفا فهو أهل العفو والمغفرة سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف هذه الآيات لأن فيها الوعيد الشديد لمن اقترف ذنبا من هذه الذنوب الكبار، لأن الذنوب تتفاوت، ذنب كبير وذنب أصغر منه وكلها كبائر. فمثلا أكل المال اليتيم هذا ذنب عظيم متوعد عليه بالنار والعياذ بالله. أكل شيء من الحرام سهل يسير، هذا محل العفو والمغفرة من الله جل وعلا، وإن عاقب عليه فصاحبه يستحق العقاب. نعم. فكيف يقال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ وهذا مذهب جهم، وجهم إمام غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم ليس كذلك، إنما هم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، لكن يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات، فالذنوب عندهم تضر مرتكبها ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. المرجئة نوعان: مرجئة المتفقهة وأهل الفقه، ومرجئة الجهمية ونحوهم. مرجئة الجهمية هؤلاء ولاة يقولون لا يضر مع الإيمان، لا يضره ذنب مهما عظم، افعل ما شئت ما دمت معترف بالله فأنت مؤمن. مرجئة الفقهاء يقولون: لا، الذنب يضر
والله جل وعلا توعد على الذنوب فحري بالمسلم أن يبتعد عنها. وهذا مذهب جهم، وجهم إمام الغلاة المرجئة، جهم إمام في القبائح كلها والعياذ بالله، إمام شر الجهم بن صفوان، إمام في أفعال العباد، يقول لا يضرك شيء مهما فعلت، فهو قدوة لهم. وأما عند المرجئة المعتدلة أو المتوسطة فهم يقولون الذنب يضر لكنه ضرره أخف من ضرر ما ليس كفرا، ونحن نقول ليس كفرا لكنه يضر. هذا مذهب جهم، وهذا مذهب جهم، وجهم إمام غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم ليس كذلك، إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، لكن يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات، فالذنوب عندهم تضر مرتكبها ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة وسط في هذا المقام، فلا يكفرون أهل الكبائر ولا يؤمنون يؤمنونهم من العقاب، ويرون ما يأمن من العقاب، ما يقول ما عليك، مثل ما يقول جهم وأتباعه. أهل السنة والجماعة يقول احذر المعصية، ابتعد عنها. الجهم يقول لا يهمك أي معصية تعملها ما دمت تعترف بوجود الله فيكفيك ذلك. فمذهبه قريب من طريقة إبليس اللعين، وهم وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بأي ذنب من الذنوب كما تفعل الخوارج. الخوارج يقولون إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو أكل مال يتيم أو نحو ذلك فهذا كافر خالد مخلد في النار، يشددون في هذا الباب. وعلى السنة والجماعة وسط في هذا الباب وغيره، فعندنا أن أهل الكبائر على خطر، يقول اقترف اترك المعصية، اترك الكبيرة، اجتنب الكبائر لا تهلك في النار، أنت متوعد بالنار فاتركها علشان تسلم من النار. أما الخوارج فيقولون إذا عملت الكبيرة فأنت كافر لا ينفعك طاعة أبدا، والمرجع يقولون أعمل الكبيرة والصغيرة ولا تبالي بشيء من هذا ولا تتوقف وليس عليك ضرر. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام، فلا يكفرون أهل الكبائر ولا يؤمنونهم من العقاب، ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن مع لا يكفرونهم ولا يؤمنونهم من العقاب، يقولون ما عليك لا، وأنت على خطر، يخشى عليك من العقوبة الشديدة، يخشى عليك أن تبقى في النار ونحو ذلك من الوعيد. ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من الكبيرة، وما ورد في النصوص من إطلاق رأى الكبيرة مؤمن، أعماله في الدنيا عمل المؤمن، ويقال له احذر الكبيرة ابتعد عنها لا تهلك. أما الخوارج فيقولون إذا عمل كبيرة فهو أصبح حلال الدم والمال، كافر محارب لله ولرسوله. والمرجع يقول اعمل ما شئت ولا يضيرك. عرفنا الفرق بينهم؟ الخوارج يقولون إذا عملت كبيرة أصبحت حلال الدم والمال، كافر خارج من ملة الإسلام، وليس كذلك.
والمرجع يقول اعمل ما شئت ولا يضيرك، وعلى السنة والجماعة يقول عليك الخطر، عليك خطر عظيم، يخشى عليك أن يجرك الكفر والمعاصي، هذه بريد الكفر، يخشى أن تجرك إلى الكفر وتكفر، لكن احذرها وابتعد عنها. فلا يكفرونهم ولا يؤمنونهم، أهل السنة لا يكفرون أهل الكبائر ولا يؤمنونهم، لا يقولون أنتم مؤمنون كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقولون أنتم كفار خالدون مخلدون في النار، بل هم وسط بين الطائفتين. لا يكفرونهم ولا يؤمنونهم، لا يقولون أنتم مؤمنون كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقولون أنتم كفار خارجون عن الإسلام حلال الدم والمال كما تقول المعدل كما تقول الخوارج، نعم، ويرون أن مرتكب الكبيرة ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بها مع مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من الكبيرة، وما ورد في صح أن يجتمع الإيمان والفسق، الإيمان يقال فاسق ويقال مؤمن في آن واحد، يصح أمؤمن بإيمانه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاسق بفعله، خارج عن الإسلام لا، آمن من العذاب لا، ليس خارج من الإسلام ولا آمن من العقاب، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بإيمانه، فمعه إيمان الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو فاسق يعني يفسق يعمل المعاصي فيخشى عليه من العقوبة، وعامل المعاصي ما يقال له إنه خالد مخلد في النار، بل يقال هو تحت المشيئة، ما شاء الله أن يغفر له غفر له، وإن شاء الله أن يعذبه عذبه. نعم. وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من الكبيرة، وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال أو بعض العاملين مما هو دون الشرك فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر دون كفر، كقول النبي قالوا كل ما جاء في الشريعة أنه كافر كفر يقال هذا خالد مخلد بالنار، لا، قد يكون كفر كون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أولئك هم الكافرون كفر دون كفر، أولئك هم الظالمون ظلم دون ظلم، أولئك هم الفاسقون فسق دون فسق، فالفسق يختلف والظلم يختلف والكفر يختلف وهكذا، وعلى السنة وسط، فلا يكفرون بالذنب ولا يؤمنون بالذنب، يقولون مهما عظم الذنب فلا يضير المرء. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في النصوص وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال أو بعض العاملين مما هو دون الشرك فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر دون كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله هذا حديث صحيح، سباب المسلم فسوق، يقول هذا الفاسق إذا سب مسلم يخرج من الإسلام؟ لا، قتاله كفر، إذا رفع السلاح في وجه المسلم يكفر ويصلي ويصوم؟ لا، ما يكفر، لكنه يخشى عليه، وقع في كفر دون كفر، كفر أصغر، قتاله كفر، واثنتان في الناس هما بهم كفر،
النياحة على الميت، إذا ناحت المرأة على ميتها كفرت خرجت من الإسلام؟ لا. هل هي مؤمنة كاملة الإيمان؟ لا، يقال إنها مخطئة ظالمة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من الناس هما بهم الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت وما أشبه ذلك. لو واحد طعن في نسب آخر قال أنت ابن فلانة، أنت ابن كذا، أنت فاسق، أنت رديء النسب ونحو ذلك، هذا يكفر؟ لا، وأن سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فالمراد به كفر دون كفر. لا يجوز هذا للمسلم أن يقترفه، لكن لو اقترفه ما يقال خرج عن الإسلام. النياحة على الميت كذلك كفر دون كفر. نعم. وما أشبه ذلك. وفي الآخرة هو تحت المشيئة، هذا حكمهم في الآخرة كما سيأتي تقريبا. هذا في الآخرة تحت المشيئة. في الدنيا نعامله معاملة المسلم أو نعامله معاملة الكافر؟ المؤمن الفاسق الواقع في الفسق والفجور نعامله معاملة المسلم أم معاملة الكافر؟ نعامله معاملة المسلم، في الدنيا مسلم لكن إيمانه ناقص، وفي الآخرة نعامل نقول هو كافر خالد مخلد في النار؟ لا، ولا نقول يدخل الجنة مع الأولين؟ لا، وإنما نقول عنه أنه داخل تحت المشيئة لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، هذه المشيئة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحد مثلا يدعو غير الله ويعبد غير الله أو مع الله، غير الله معه، هذا وش نقول عنه؟ إنه كافر خالد مخلد في النار لأنه عبد غير الله. واحد يقع في كبيرة ويجتنب كثير من صغائر الأمور ويحافظ على الصلوات الخمس لكنه يقع في أمور مخالفة للشرع، يزني أو يسرق أو يفعل حرام أو يأكل الربا أو يأكل شيء من المسكر أو نحو ذلك، هذا نقول عنه إنه داخل تحت مشيئة الله جل وعلا في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وفي الآخرة هو تحت المشيئة. وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله، هذا حكمهم في الآخرة كما سيأتي تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. هذا سيأتي إن شاء الله في حكم أهل الكبائر، فإنا لا نقول عنهم أنهم مخلدون في النار، وإنما نقول عنهم داخلون تحت مشيئة الله، إن شاء جل وعلا غفر لهم من أول وهلة، وإن شاء لم يغفر، وإذا لم يغفر عذبهم فلا بأس عليهم في ذلك، يعذبهم الله ثم مآلهم بعد العذاب والتطهير إلى الجنة ولا بد. نعرف أن درس اليوم ودرس الأمس أنها على طرفي نقيض. درس الأمس أهل السنة لا يكفر أحد من أهل السنة بذنب مهما عظم، الذنب لا يكفر به المسلم، الخوارج يقولون يكفر، أهل السنة بين لا يكفرونه بالذنب ولا يبرئونه، يسلمونه من العقوبة.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. يقول السائل: هل فقهاء المرجئة يعدون من أهل السنة؟ فالذنوب عندهم تضر مرتكبها ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقهاء المرجئة هؤلاء قريبون من أهل السنة والجماعة، لأن اعتقادهم أن الذنوب تضر، فهم قريبون من أهل السنة والجماعة وبعيدون عن المرجئة الغلاة وعن الجهمية وعن المعتز وعن الخوارج. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، يعني إذا سب المرء مسلما فقد فسق، يعني خرج عن الطاعة. ولا يقال فسق كفر، وإنما فسوق دون فسق، فسق دون فسق، مثل من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. والكفر بالحكم إذا حكم الحاكم وهو يعلم أن حكم الله أعدل وأحكم، لكنه جار فيه لأجل منفعته الشخصية أو لأجل الرشوة أو نحو ذلك، فهذا لا يكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله باعتقاده أن هذا الحكم أنفع للناس وأطيب وأسلم وإلى آخره، فهذا هو الكفر الحقيقي، إذا حسن فعل الآدميين على فعل الله جل وعلا. يقول السائل: هل إذا حاذيت الملتزم وهو الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة ثم دعوت من بعيد أكون كمن التزمه وذلك بسبب الزحام؟ إذا تركت الالتزام من أجل الزحام فالله جل وعلا يثيبك على تركك الزحام وبعدك عن أذى المسلمين، لكن ما يقال إنك كالملتزم، لا، الالتزام غير. يقول السائل: ما حكم الزواج بفتاة مسلمة عربية مقيمة في بلاد غربية بأوروبا؟ أخذها هناك وأعمل وأعيش هناك أيضا. هذا لا يخلو إن كانت ملتزمة بالدين الإسلامي، ولا مانع لديها من إتيانك بها للبلاد العربية ودخولها البلاد الإسلامية، فلا بأس عليك. لكن إذا كانت لا متعصبة، لا تريد إلا بلاد الكفر، فهذه عليها مآخذ كثيرة، ولا ينبغي أن يقدم على الزواج بها المسلم. يقول السائل: جئت من مصر بعمرة واحدة وسأبقى في مكة شهرا وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفيين، من أين أحرم؟ من جاء إلى مكة بقصد العمرة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا طالت إقامة أشهر كثيرة واشتاق إلى هذا النسك فله أن يخرج إلى الحل، وإلا فالأولى له أن يخرج، الأولى له أن لا يخرج. وإذا أراد العمرة أن يعود إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى جهة ما خلف الميقات فيحرم من هناك. يقول السائل: ما حكم من شرب الماء بعدما استيقظ من النوم بعد أذان الفجر مع عدم علمه أن الأذان أذن؟ منع الصائم من الشرب وغيره معلق بطلوع الفجر،
لا بالأذان. إن كان المؤذن أذن والفجر لم يطلع بعد فللمرء أن يشرب ويأكل، وإذا كان الأذان الفجر قد أذن والفجر قد طلع فلا يجوز للمسلم الصائم أن يأكل ويشرب، لأنه ليس معلق المنع من الأكل والشرب بالأذان، الأذان إعلام بدخول الوقت. يقول السائل: ما هي الآيات البينات الموجودة في مسجد الكعبة وكيف يتعامل معها المسلم، أم هي فقط للنظر والعبرة؟ آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم الخلاف بين العلماء رحمه الله، أهو المسجد الحرام كله أم المقام الذي صعد رقى عليه حينما أراد بنيان الكعبة؟ فيه آيات، هذه آيات بينة تدل على أن هذا المسجد عريق في التوحيد والدعوة إلى الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يحرص على الصلاة فيه وتعظيمه، لأن تعظيمه من تعظيم حرمات الله جل وعلا. يقول السائل: ما حكم الدخول إلى حجر إسماعيل أثناء الطواف وأداء الصلاة فيه ركعتين ثم تكملة الطواف؟ لا يا أخي، ما يجوز للمرء أن يفصل في أثناء طوافه بدخول الحجر، لأن الحجر من الكعبة، ولا يجوز للطواف أن يدخل الكعبة في أثناء طوافه، وإذا دخل فليخرج مع الباب الذي دخل منه حتى يستعيد ما فاته من المشي خارج الكعبة، ما يكون بعض مشيه داخل الكعبة. يقول السائل: جئت للعمرة أديتها والحمد لله وكان إحرامي من ميقات أبيار علي، هل يجوز أن أعتمر عن جدتي المتوفاة من التنعيم وعن صديقة لي متوفية من التنعيم أيضا؟ لا تكثر أخي الخروج إلى التنعيم إلا إذا طالت إقامتك في مكة ورغبت في العمرة وتخرج للحل للتنعيم أو غيره، وأما أن تتردد بين التنعيم ومكة وتحرم لهذا وهذا وهذا ونحو ذلك فهذا خلاف السنة. يقول السائل: كنت صائما ولما أتممت العمرة وصلت إلى الفندق غلبني العطش فشربت، فهل عملي صحيح؟ عملك لا بأس عليك إذا نويت الفطرة، إذا لم تستطع مواصلة الصيام ونويت الفطرة وشربت، إذا شربت مفطرا فلا بأس عليك، لأن المرأة إذا أتى بعمرة فهو على حد السفر، على نية السفر، قد يجوز يشرب بنية الفطر فهذا لا بأس به، أما إذا شرب ليذهب العطش وهو مواصل لصيامه فلا يتم، ما يصح الصيام مع الشرب سواء عطش ولا بدون عطش، فرق بين الأمرين، إذا شربت للعطش بنية الإفطار فالإفطار لا بأس عليك، إذا غلبك العطش وأفطرت وأنت صائم فلا بأس عليك، أما إذا شربت لإذهاب العطش على نية مواصلة الصيام فلا، لا صيام مع الشرب. يقول السائل: أشعر بخروج ريح في كثير من الأحيان ولا أسمع صوتا ولا أشم رائحة، فهل أعيد الوضوء إذا شعرت بالريح؟ أخي خروج الريح ما يلزم منه سماع الصوت ولا وجود الرائحة الخبيثة، قد يخرج من المرء ريح وصوت ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحة، كناية عن تأكده بأنه أحدث، ما
من تأكد أنه خرج منه ريح فعليه أن يعيد الوضوء، لأن خروج الريح يبطل الوضوء، وسواء سمع الصوت أو لم يسمع، وجد الريح أو لم يجدها، إذا تيقن خروج الريح فعليه أن يعيد الوضوء. أما إذا لم يتيقن شك أهو ريح أهو فساء أو ضراط أم هو حركة في داخل البطن، حركة داخل البطن ما تؤثر على الصائم. يقول السائل: طفت دون هيئة الاطباع ناسيا ماذا علي؟ ما ليس عليك شيء، الاطباع سنة، ومن ترك سنة فلا شيء عليه والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي بعد أذان العصر أكثر من 4 ركعات؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن الركعات تكون بسلام واحد لا بأس، وأما إذا زدت فتصلي ركعتين، لأن وقت النهي على الصحيح لا يدخل إلا بصلاة العصر، إذا صليت العصر فلا صلاة، وأما دخول وقت صلاة العصر فهو لا يمنع من النافلة. يقول السائل: ماذا لو اعتمر شخص وحلق الرأس كاملا بالموس واعتمر بعدها بيومين ولم يجد في رأسه شيئا فأخذ من لحيته أو من أسفل لحيته؟ الأخذ من اللحية لا يجوز، لأن المرأة ترك الواجب وفعل المحرم، الأخذ من اللحية حرام لا يجوز. وإذا لم يجد في رأسه شعر يمر الموسى على رأسه، يمر على رأسه يكفي هذا، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا حلق لحيته فقد ارتكب محرما. يقول السائل: الخوارج يستحلون دم المسلم وماله، كيف يعظمون الذنوب؟ الكبائر عظيمة وشأنها عظيم وخطرها جسيم على المرء، والخوارج يعظمون الذنوب، يتحاشون من الذنوب الفواحش التي يعملها البدن، يعملها الإنسان في المسلم في بدنه. وأما دم المسلم فهم ما يستحلونه، لأنهم يرون أنه كافر، لأنهم يعظمون الذنوب ويرون المسلم الكافر حلال الدم والمال على أنه كافر، ما يقتلونه على أنه مسلم، يقتلونه على أساس أنه كافر، يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنهم فروا من الكفر، ما هم كفار، فروا من الكفر. يقول السائل: من دعا غير الله وغير نبيه هل يكفر؟ إذا دعا غير الله فقد كفر، جاهل أو متعلم أو معاند، الدعوة غير الله جل وعلا كفر، خروج من ملة الإسلام. والله جل وعلا خلق الخلق لماذا؟ لعبادته، ويجب على المسلم أن يتعلم شرع الله جل وعلا. يقول السائل: رجل مكي لبس إحرامه في بيته ولم يتيسر له الخروج إلى عرفات الحل، ففسخ إحرامه وأخر 5 أيام ثم اعتمر، هذا لا بأس عليه إذا كان مجرد لبس الإحرام ولم يعقد النية، يأخر عقد النية إلى الحل، يعقد النية في عرفات أو في التنعيم، لكن ما تيسر له الخروج
فلا بأس عليه أن يخلع ملابسه لأنه ما دخل في النسك، فالداخل في النسك الذي نوى الدخول في النسك هذا لا يجوز له أن يفسخ إحرامه أبدا حتى يؤديه. أما غير الداخل في النسك تهيأ للإحرام، لبس الإحرام في البيت وخرج للمطار وثم ردوه من المطار أو نحو ذلك، فهذا إذا لم يكن عقد النية على دخول في النسك فلا بأس عليه لأنه تهيأ للإحرام ولم يدخل فيه. يقول السائل: بعض الناس بين الأذان والإقامة يتركون المكان المخصص للطواف ويطوفون بين يدي المصلين ويقولون قال العلماء. المخصص للطواف لا بأس على المرء أن يطوف فيه وأن يدخل ويقرب من الكعبة لا بأس، حتى لو كان الناس يطوفون، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: هل قول ابن عباس كفر دون كفر في من يحكم فيه النازل؟ كفر دون كفر رضي الله عنه، يقول هذا كفر دون كفر، الحكم بغير ما أنزل الله كما تقدم لنا أكثر من مرة أنه يتأتى فيه ثلاثة أحوال: كفر دون كفر، الحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله لأن الحكم بما أنزل الله يقول ما يليق ولا يناسب، وإنما المناسب هذا الحكم القانوني الوضعي، هذا كفر وخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لجهل وعدم معرفة فهذا حرام عليه، لكنه لا ليس بكفر لأنه كفر دون كفر، حكم بغير ما أنزل الله لجهله وضلاله أو لأجل أن يأخذ الرشوة، أو حكم بغير ما أنزل الله لأجل قريب ونحوه، هذا هو الذي يسمى كفر دون كفر. فمثلا من حكم بغير ما أنزل الله لكونه مجبر على هذا، هذا كفر دون كفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله بنية أن هذا هو الأحسن وهو الأكمل وهو الأنفس للحاضرين ولكل من أراد ذلك، هذا هو الكفر الحقيقي، لأنه حسن فعل الآدميين على تشريع الله جل وعلا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله نتيجة عدم معرفة أو بعد اجتهاده وتصويبه وحرص على الصواب حكم بغير ما أنزل الله، هذا له أجر واحد، إذا حكم الحاكم وأصاب فله أجران، وإن حكم وأخطأ فله أجر واحد إذا كان يلتمس الصواب. يقول السائل: هل صلاة النافلة أفضل في رمضان أم القراءة قراءة القرآن؟ كلاهما خير، قراءة القرآن وصلاة النافلة وغير ذلك من الأعمال، لكن عليك أخي أن تنظر الأنسب لك والأصلح لحالك، أحيانا تكون قراءة القرآن أنسب للمرء يتأمل ويتدبر كلام الله جل وعلا ويتعظ به، وأحيانا تكون القراءة الصلاة أنسب له لأنه في الصلاة يحضر قلبه وفي القراءة ينشغل ويبدأ بالهواجيس والأفكار، فلكل ما حضر القلب في العبادة فهو أولى للمسلم.
هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.